السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم ربي بالخيرات والمسرات والبركات، فرج الله همكم ونفس كربكم وأسعدكم سعادة لا شقاء بعدها أبدا. من جميل ما قرأت في كتب السير قصة رجل فقير. هذا الرجل من شدة فقره لم يجد حتى ما يأكل، وفي ليلة من الليالي رأى رؤيا عجيبة. رأى أن هناك من أخذه وسافر به وارتحل به إلى قرية أو مدينة ليست بتلك البعيدة عنهم، ثم أدخله في شارع، ثم سار به إلى نهاية الشارع حتى أوصله إلى محل، ثم أشار إليه وقال في هذا المكان كنز لك، ثم استيقظ من النوم. قال لعلها من الشيطان، أضغاث أحلام. فنام الليلة التي تليها فتكررت عليه نفس الرؤيا. يوصله ذلك الرجل الذي سافر به وارتحل به إلى نفس المكان ذلك المحل ويقول كنز لك. طبعا استيقظ من منامه من الشيطان، فنام الليلة الثالثة فتتكرر عليه نفس الرؤيا، يأخذ ذلك الرجل يرتحل به ثم إلى ذلك الموضع ثم هنا كنز لك. استيقظ قال والله ما تكرر ثلاثا إلا لسبب أو لسر. ثم أصبح فقال لزوجه لزوجته فأرتحل. لماذا؟ قال بسبب تلك الرؤيا، أنت مجنون، لأجل حلم تسافر وتتركني؟ قال أو أنا عندك ما نفعتك، أنا عندك الآن، هذا إحنا ميتين جوع، خلينا نشوف قصة هذه الرؤيا وهالحلم اللي تكرر ثلاثا. وفعلا ودعها وانصرف يسير على قدميه لأنه ما عنده حتى قيمة تكرمون الحمار أو البعير، فسافر على قدميه قاصدا تلك البلدة. قدر له المولى عز وجل أن يصل إلى تلك البلدة في الليل، فدخل يسير في طرقها في شوارعها، فإذ به يقف على نفس الشارع والطريق الذي رآه في الرؤيا، ففرح واستبشر، ثم أخذ يسير مسرعا يريد أن يصل إلى نهايته إلى ذلك الموضع الذي أشار إليه الرجل وقال له هنا كنز لك. وفعلا وصل إلى نهاية الشارع، فيا الله نفس الموضع نفس المكان نفس الباب، لذلك كان دكانا. فكان الرجل لا شعوريا من شدة فرحه أقبل لذلك الدكان يتحسس الباب، فإذ بأناس يصرخون اقبضوا عليه اقبضوا عليه، فإذ بهم العسى والشرطة يقبضون عليه، فأخذوه إلى قسم إلى مكان الشرطة وإلى قسم الشرطة وإلى مكان العسى. كلما أراد أن يبرر أن قالوا اصمت حتى تصل إلى رئيس الشرطة، وصل إلى رئيس الشرطة ورئيس العسة، قال قبضنا عليك، سرقت أكثر الدكاكين والمحلات فترصدناك، علمنا أن هذا الدكان سوف تأتي تسرقه فقبضنا عليك يا حرام. طبعا الضرب والتحقيق وهو يبكي ويصرخ، ثم قال لرئيس صاحب الشرطة ورئيس الشرطة والله والله ما سرقت، وأنا لست من هنا، وأصبح يحدثه ويبين له ويشرح له ويقسم له. فقذف الله عز وجل في قلب صاحب الشرطة والعسة أنه ليس باللص، خاصة بعد بعض الأسئلة والتحقيقات عن الأماكن الأخرى اتضح له أن هذا فعلا أن هذا رجل فعلا بريء. فقال له رئيس العسة ما الذي أتى بك؟ قال يا سيدي القصة كذا وكذا، وأخبره بفقره وحاجته وأخبره بتلك الرؤيا التي رآها. فقال له صاحب الشرطة ورئيس الشرطة قال أنت مجنون، أنت مجنون، ترتحل من بلدتك وتترك زوجتك وتأتي هنا لأجل حلم قد يكون من الشيطان؟ أنا قبل 3 سنوات رأيت مثل الرؤيا التي ذكرت أنت، والله لو أنني أنجرف خلف الشياطين وتلك الأحلام كان تركت عملي وارتحلت. لقد رأيت أنني ارتحلت إلى بلدة، ووصف له بلدة هي بلدة ذلك الرجل المسكين. ثم قال فذهب بي ذلك الذي ارتحل بي إلى منزل من هيئتي كذا، فيه نخل في وسطي وفي نخلة كبيرة لها مدر، ويصف وصفا هو وصف بيت ذلك المسكين. ثم قال للرجل الكلام لصاحب الشرطة، قال احفر تحت الشجرة الكبيرة من النخل ستجد كنزا لك، لو أنني فعلت فعلتك كان تركت نفسي وضيعت أهلي وذهبت. فقال له الرجل المسكين أعاهدك يا سيدي أن أخرج الآن وأعود إلى زوجتي، اتركني. قال اذهب وارتحل
ودعك عنك هذه الأحلام وتلك التخبط من الشياطين. وفعلا تركه، فغادر ذلك المسكين فورا البلدة وعاد إلى منزله، فحفر تحت الشجرة النخلة التي في وسط منزله، فأخرج فإذ به يجد جرة مملوءة بالدنانير الذهبية. الله أكبر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. تطمنوا، ما أنتم ميتين وباقي لكم فنتو ثانية، ولن والله تقبض أرواحكم وباقي لكم شيئا يسيرا ولو هباء من رزقكم. اللهم احسن لنا الختام يا ملك يا علام.